اروح لفنيات ماتش الاهلي وامبي تحديدا، لماذا هذا الكم من اهدار الفرص من لعيبه النادي توتر، الاهلي؟ توتر. الضغوط، وبعدين وهل مقبول انه، طب هل مقبول انه يكون في لعيب بيلعب في الاهلي عنده ضغوط، يعني عنده توتر من الضغوط؟ مقبول. طبعا طبعا. وشوف الموقف لما الجون التاني جه مثلا، خلاص صحيح فرص ضاعت، لكن في بداية المباراة الأهلي كان ضاغط جدا وفي فرص ضاعت. بس بالمناسبة أنا أكرر للمرة المليون أن الناس كلها بتتكلم على الأهلي والزمالك، ليه ضيع الأهلي فرص؟ وليه الزمالك كان هيتغلب لكن تعادل في آخر دقيقة؟ الداخلية وإنبي عملوا ماتشين كبار جدا. ده إنبي اللي اتهزم 2-0 من الأهلي، لا الشوط الأول كان شرس جدا لحد عمل الهلال يعني. طبعا طبعا عمل كورة، عمل ماتش كان فيه ند للنادي الأهلي رغم قوة وشراسة أيضا النادي الأهلي، هو بيهجم وبيضغط لأن النادي الأهلي الماتش ده كان بالنسبة له بعد هزيمة الزمالك من أسوان كان ماتش يفرق جدا مع الفريق، فعشان كده كان فيه هذه الشراسة. إنما أنت عمل ماتش كبير، عمل ماتش كبير بجد يعني. طيب بسأل حضرتك برضو على هل الأهلي أو مهاجمي النادي الأهلي محتاجين إنه الراجل يشتغل معاهم تخصصي، ولا هي الفكرة مش كده؟ هي الفكرة إنه الأهلي لازم يدعم نفسه بخط هجوم أو انا لو بمهاجم؟ عديت لك الفرص للشحات ولعبد القادر ولشريف في اول شريف نص له اتنين ساعه، في الأول. في اول نص ساعه هتلاقيهم 4 5 فرص بجوان بجوان. وبعدين طب انت ليه بتستلم شريف والشحات بيستلم ويمرر مع انه ما لازم يشوط؟ ايوه طب ليه بتستلم وتقف؟ يعني ليه بتستلم؟ لا ما تستلمش في ال 18، ما تستلمش. هو انتم ما بتشوفوش الاسد اللي اسمه هالاند ده هالاند بيعمل ما ايه مثلا؟ بيوقفش كوره، ما بيوقفش كوره، طبعا ما في ال بيوقفش. 18 بتوقفها ليه؟ بتوقفها ليه يا ابراهيم؟ مش عارف. مش انت، مش انت انا عارف، مش عارف بيوقفها ليه. ليه؟ في ال 18 ما توقفش الكوره، ما تقعدش بقى تهته وتوقفها وتبص حواليك لا ما ينفعش الكلام ده، ده الكلام ده قديم قديم.